رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس الحادي عشر من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي نحو أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال نحو قولك أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال عشر كأنه ما توحوك باللابنا يا درسي كوية طمنات طبني كوبات كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية وألف الشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين انت إن عشر كقل وحين بلا رجلين عشر هراء وحاجر مال مركان كهل لين أسماض إن إليها رفع ونصب وخفض ولا جزم فيها فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها أسماض وحيلاتها أنواع الإعراب كي حقيس قد يكردك يهوصدك رابنا مقالوا أسماء أفعال وحيلاتها أفعاش لشيئين وفعل مضارع وخالي من النونين لو أنه خالي كان نون توكيدي نون نسوة رفع او قد اي نصب اي جزم خفضنا فعل شقكم له مركز سؤال بي علماء هل كاشين وحيدا خفض وثقيل ووحلص اسم وخفيف ووحفظ مركز كيف وضع اسمها وحال سي كي عسلاء وخفضاء فعل كنا وثقيل ووحلص جزمدنا وخفيف كراب جزمدي وخفيف انا وحالسي فعلك وثقيل ليتعادل ليحصل التعادل اسمي محا خفيف كدغي مركه علماء كهل انقار وحيدا محا خفيف مدي سويت هل حرف اسمي الارك علنا انجل سيد الضمائر تبك به يوك بك كافك واسمي وضمير به هذا واسمي وضمير وانا هالحرف قارة واحدة ما هي اسمي خفيف نميديس وحالك وضع اسمي وحوط سياحال شيء ذاته زيد زاد يدالك واحدة سنايان ذاته وزيد فعل كان واحدة ثقيل نميديس يعليسكيس وحاوي لبا شيء وطسيا مدان ربنا نتنوي فعل كل لبا شيء وطسيا حدث إيه الزمن ما لنك مركة وحان إلي حدث إيه ذاته ذاته ذا صح ما أهين مركة هل كائنا سحران رمنا خلط كي دعي فعل كوحو تسنى وعلم شيء حدث ودعضة ضرب وقراع وقراع إيه الزمن كماضي إيه تغي ضرب وقراع لما شيء من تسنى الحدث دعضة دعضة وقراع في وقت مضى يا وقت التغيبه وقراع دعايو مركا ضرب وحي توسينيسا لبا شيء الحدث والزمن حدث ودعو وقراع زمن كان وزمن كان تغيبه هره مركا وحان داهينا فعل كل لبا شيء توسينيا ثقيل لمديس وحاو ياله انو لبا شيء توسيني الحدث والزمن حدث يا الزمن مرك ماشي يوران حدث ذات وصحن نايو ذات لمربين حدث الزمن وجزاكم الله خير انت اسم ملاحظينيني
cashirkeenna baynu bilaabanaynaa. Waayo cashirkii 11aad marka wuxuu nooga bilaabanayaa waamal waawowdi fatakuunu waxay ahaani calaamatan calaamo ayay lirafci godu ahaani fii mawdicayni laba boos dhexdood laba boos bay wowdii degtay fii jamci lmudakari mudakarka jamiciis assaalimi ee nabadgalay iyo wa fi lasmaai asmaadii asmaadii alkhamsati ee shanta ahayd wahiya asmaada shanta abuuka aabbaha wey wa akhuuka walaalkaa wey wa xamuuka seedigaa dumaashigaana waa min aqaaribi zawj wey horta ninka qaraabadiisa wey alxamu huwa min aqaaribi zawj waa ninka dadka ay qaraabada yihiin kabni lcami ina adeerkii oo kale marka inagu soomaali inta badan wa xamuuka seedigaa baa lagu fasiraa oo gabadha xaggeeda wax ka soo jeedu noqone luqada carabiga laakiin saa sax kuma ah wa xamuuka in leya wa xamuuki baa saxay gabadh yahay dumaashiga ninka xaggiisa wax ka soo jeeda wey ninka wax qaraabo la-aw sida saxda inagu waxaynu ku fasireen wa xamuuka seediga seediga haddii lawaa gabadha xaggeeda wax ka soo jeedo adiga seedi kuwa moogta waxaana la rabaa adiga xaggaaga wax ka soo jeedo gabadha wax u ah xididnimo wax ugu ah marka wa xamuuki gabadh yahay dumaashiga adiga ninka kula dhashay ina adeerka marka sida dhabtaa alxamu waxay dhahaan min aqaaribi zawji waa ninka qaraabadiisa laa min aqaaribi zawjati naagta qaraabadeeda maaha sida dhabta laakiin dhaku fasirkii culimmadu aynu ka soo gaarnay wuxuun iska ah wa xamuuka seediga laakiin dhab ahaantii wa xamuuki baa fiicnay dumaashiga gabadh yahay wa fuuka afkaaga iyo waduu maalin xoolaha kii uu saaxiibka ahaa waw marka laba boos bay degtee labadee jaamac mudakaru saalim iyo asmaau lkhams koowaad waxaadii wow waxay degtay laba boos labadaa boos maxay yihiin jamcu lmudakari saalim jamac lab ah jamac rag iyo lab waa kale xeel dheer yihiin lab baa la rabaa lab raggu qayb buu ka yahay labka guda weyn jamcu lmudakari labka jamiciisii wey jamicii assaalimu ee nabadgal fii jamcina markaa jamicii assaalimi waa dihi nabadgal iyo asmaau lkhamsa asmaada shanta culimmada qaara asmaau sitay dhaha oo eray aan laisku waafaqsanin bay ku daraan oo hanuuka qaara hanuuki bay dhahaan oo dumarkaa lagula hadli bay dhahe waayo marka wow meeqa boos bay degtay laba boos jamcu lmudakari saalim iyo asmaau lkhamsa waxaa dihi haddana jamac mudakaru saalim iyo asmaau lkhamsa maxaa lagu godaa wow baa lagu godaa baad leh iyadin baad u celinaysa wow meeqay degtay laba boos jamcu lmudakari saalim iyo asmaau lkhamsa jamac mudakaru saalim iyo asmaau lkhamsa maxaa lagu godaa wowdii u celi wow baa lagu godaa un dheh waxa dhowta markii lagu dhaho wow meeqa boos bay degtay laba boos baad leh jamcu lmudakari saalim iyo asmaau lkhamsa labadan boos oo ah jamcu lmudakari saalim iyo asmaau lkhamsa maxaa lagu godaa wow baa lagu godaa wowdii un baad u celinaysa muxuu yahay jamac mudakaru saalim marka horta sideedaba jamac markii la yidhaahdo naxwadu waa saddex jamac jamcu lmudakari saalim waa jamaca labka waana nabadgalay jamcu lmuannathi saalim waa jamaca dhadigga waana nabadgalay kaana dhadig buu khaas u yahay mudakaru saalimna lab buu khaas u yahay iyo jamcu taksiir oon isagu nabadgelin oo jajabay isagu labadaba way ka imaan ragna wuu ka imaan dumarna waa ka imaanaya jamcu taksiir lirijaal baa jira jamcu taksiir lilinaad dhadig wuu ka imaan rag wuu ka imaan isagu waa mushtarak saddexdaa jamac weeye naxwadu sideedaba haddaa naxwo maqasho saddexdaa jamac jamaca gooni labka u ah jamcu lmudakari saalim jamaca dhadigga gooni waa jamcu lmuannathi saalim
جمع التكسير والله وضع وكان دحين مذكرنا كي ما انكر وحلب مؤنثنا كي ما انكر وحده دق صدح على الجمع جمع مركي لويا جمع مركي لا تعريفنا محويه نحو مركي لجوغ الجمع باب النحو مركي لجو وصدح يا كبر صدح وقبل الوضع هديم النحو اللي جوغ الجمع اللي قوي يديه وصدح يا كبر ثلاثه فما فوق صدح يا فساعدا وحكبر واي او لبم ما لبم مثنى لنحو مركي لجو لب ومثنى هلنا مفرد بيقن هل ومفرد لبنا مثنى جمعنا وصدح يا كبر مركه جمع مركي قيحيان لبا سبا ويقيحان اسكو ميد اسكو ميل امين ايمانس لبا سبا ويقيحان اسكو ميل بيكو بي شمي وا اسكو ميد قار وحيدان جمع المذكر سالم كلمه جمع مركي قيحيان كدبنا واحد ادي كو درتي جمع المذكر سالم جمع المذكر سالم وحاويه هو ما دل على اكثر من اثنين اثنين بعده تاكو دريميس اثنتين معها جمع المذكر سالم هو ما دل على اكثر من اثنين بزياده الواو والنون في حاله الرفع والياء والنون في حاله النصب والجر وليدون هذا النصبي جر ما نجان رفع عن كجرا رفع مركه وحان دهنا جمع المذكر سالم هو ما دل على اكثر من اثنين بزياده الواو والنون في حاله الرفع صالح للتجريد وعد في مثله عليه محاوي انت هذه لا صوفه زي جمع ذكر سالم محاوي يالو ما دل وحي توصيه على اكثر وحكبر من اثنين لبو لبا كبدن بالو هلكا حكسر من لبا هو ملين لبا كبد لبا ما تيرنيس لبا وحكبدن لبا ما حكبدن صدح يا كسي بون سوما لبا لما ربو وحالي ما دل ووحي كتوصيه على اكثر وحكبدن من اثنين لبا وحكبدن لبا دي مركه ما لا ربا لبا ميا لا ربا ما هي لما ربا لبا كبدن با لا ربا كو اساسي وعابر رتكو كوانا اسمه دمان وحيدا جمع المذكر السالم هو ما دل على ثلاثة ووحي تسي على ثلاثة فما فوق صدح يا كبر مارك مهمة دو صدح ما الله ربا إنه صدح كب اللوض ما الله ربا لبا الله موقع مارك جمع المذكر السالم سيدة تحفة تسنيه مرى يحاوي هو ما دل على أكثر من اثنين ووحي كتسي لبا كبر بزيادة الواو والنون مفردك وحاضن قدرت واو ينون كلي في حالة الرفع مركات قد جوكت مفردك او سيدي سيا او مال كتابا واو ينون قدر زيدون ما هيست واو ينون قدر ما حين نقنه زيدون مؤمنون هل لنا ومؤمنة واو ينون قدر مؤمنون مسلمون هل لنا ومسلمة واو ينون قدر مسلمون خاشعون هل لنا وخشوع سن واو ينون قدر خاشعون ساسد قوضيس يوم ذكر سالم وادي بيري مفرد كي او سيدي سي اون حرف لا تابنين اون حركة لا تابنين واو ينون قدر مركا جوكت حالة الرفع انت حالة الرفع قد واو ينون قدر مركا وحالي ما دل على اكثر من اثنين بزيادة الواو والنون في حالة الرفع ووحي كتوسي الله كبر واو ينون ما كدري اخر كيس مركان حالة رفع جوب ما دل على اكثر من اثنين بزيادة الواو والنون في اخره في حالة الرفع واو ينون ما اخر كيس كدري حالة رفعة صالح للتجريد محل وضع صالح وحو أصوب بلا جمع عاس في جمع هذا جمع كبل وضعنا صالح بادي صالح وحو أصوب بلا لتجريد زيادة إن لقد أرتره زيادة إن لقد أرتره سو زيدون ما أهين قو ينون كقو ما حاسوها
زيد جمعين بعد ويده مفرد بعض هاي ستالك سامع كلمة ذي مية معنا باش ما هي كلمة ذي ويجر تالك هو مفرد بس صالح وحو أصو بعض للتجريد زيادة إن لقد أرتره وهو ينون كي واد جويسي كلمة ذي ما بابينه مفرد بين نقاط ما قرأ زيدون وهو ينون كي بعد سكي جويسي محاس واحد زيد مفرد كي باس واحد وعطف وعطف مثله عليه قال روحينا وعطف وعطف مثله عليه من لم ذن ولو عطف كره ومركي واحد هي كرتين هذا جاء زيد وزيد وزيد صم دب كاس وانا محاكا غفر جاء زيدون مفرد انت القعد فينا مفرد كلمه مفرد هبل باي هبل باي هبل باي حقود أن سمعنا ده رقبة بأي مدة سوسا اسمع مركة وعد في مثله عليه إن مفرد كان مفرد كان لو وعد فهو يسوره بيسا وهي ويسوره بيسا لكن جمع مركة ما هي ست مقرة ما هي شهد الله جاء زيد وزيد 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 أطبال الله جاء زيدون أوغن ينوكا ساكا كافنا واحد نر مفاد صالح للتجريد حوص وبدأ إن زيادة لقد أرتره وعد في مثله من لم إن لو عطف عليه كركيس وجاء زيد دي زيد كان لو سيعطف وزيد كان لو سيعطف وكو كان لو سيعطف وحكا كافين لكن هو ينو جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة الواو والنون في آخره في حالة الرفع صالح للتجريد وعطف مثله عليه جامع مذكر سالم لو ما يلبع لك ابن ايا بعده مرك يؤتى منه وحال لقلي ما دام لك ابن ايا ها لو ما يل اما اللبا وزن اما اللبا قاب يا الله سيدي سوى لو ما يلبو كيما ما يلسد حال ما وعلم يا صف جامع مذكر سالم لا نعم مقش اما وعلم علم وحيك وضان اسم عان مشهور زيد سعان ما نين مجعينو يه سفانا واتلمان مؤمن كي رمي وكي كي رمي واتلمان سمار مسلم كي هو قان سمي ما قال خاش كي خشوع سنة مركة جامع مذكر سالم هداد في رسو لبضع ميل بكيمة علم يصف أي مثالات كانتو أما هو علم أو مقع زيدون زيدون خالدون 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 او خالديال اول إيه خالدون وي وارين كوا ما كواتل ما نسو بكرنس خالدون وي وارين مدع قران هم فيها خالدون تواتل ما تلمان اما خالدون او مقع مركي خالدون اللو جمعي على قهل مقر مركة وحكا ستو جمع مذكر سالم وضو في رسانيس اما واتل ما اما وامقع مقع هدوية وحيوية قانا علم علم لمذكر هدوة المائي هنا صفة لمذكر لا بضع ميل بكي مادة يا عم ذكر سالم وحان هذا القرآن كقوار أنه سويدين سويدين وجاء المعذرون المعذرون وجاء عم ذكر سالم وجاء وحي من المعذرون كوي عذر دارنا ما علم بام سوا صفة واصف ان عذر دار تلمان بالا شيء حق ما قعد ميا ما قع ما تلمان بالوش فرح المخلفون فرح وي فرحان المخلفون كوي لا جدال مري لا دب دغ هي ما صفه من سوا على واصف لا جدال مري تلمان بالو شيء سمار ولو كره المجرمون ولو كره بن عن المجرمون دمبيل ياش ما صفه من سوا علم يا ولو كريها هبا النعين المجرمون الدنبيل ياشف وصفة مسوى علم وصفة تلمان بالله شيء إجرام المذنبون جاء وحايم المذنبون كوي دنبابي صفة جمع كستور مذكر سالم ساسا دفيرنس إما إنو صفية تلمان وإما إنو علم يهو مقع يهو مقع عان أولي من مرك لبدا سوكي ماد مثال كبان قال جاء زيدون دهد جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب
الزيدون فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع المذكر سالم والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد وتلمانتي وحانك كنسني وجاء المعذرون ووهدوك اللي بنحو ذا أما إنا تكون خلدون تعد كيامت أما إنا تكون دنبابت وحان خلال لوقل باجر الواو بحسب ما قبله بألي ووحيكون ريان وفير مات معنى تابل لما قليس خلد نقل ميس الواو بحسب ما قبله هذا إن وو حاجر استئناف وبالله وو حاجر حرف عضف وو حاجر واو المعية اللي له وو هو البدنية وو حالية أجر حال والحال هم معرضون مركا وو هو البدنية مركا سي هذا خالد أوجلين هذا خالد كبق وحال الواو بحسب ما قبله ويكون ريان صوفي رمبات مركا خالد من جليس الواو بحسب ما قبله لكن مركو ساسو كلو جاء عيد مكبل الواو حرف استئناف بل وإسك استئناف جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب المعذرون فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد هل كان قاعدة يردير بوشايا لكنك هذا انت يا نبي اللوغة ومباهن محيط لابدا مالي اوكي ما دو جمع مذكر السالم ومنا انو يا علم لمذكر منا انو يا صفة لمذكر علم كيبو شروط وصيتحي صفة دي شروط وإذن كو يربطنا لكن ايضا يردو المرة وحالك وضع علم كوحيدا وحال الربا انو يا علم لمذكر علم لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث ومن التركيب ومن الإعراب بحرفين مركا أرنتي باقوة بضانيس مركا يورينا وحاها إنه إنو كيما دا علم يصف علم كوا إنو يا علم لمذكر بالوية ورتا علم وإنو يا اسم عام وحال ديدي رجل أوكال رجلون لما ديكم دان الله تصغير أن لدهين رجيلون لكن رجل جمع ذو رجال رجل رجلون ما ديكر مركع عالم بالرا عالم كنا دوا معرف معرفو رجل ننوي إن لما كل حيوات قرأ ما نكر مركع عالم بالرا عالم كواين يهلا مذكر لب زينب بابا حيسى زينبون لما ديكر زينبات بالوجه هي زياني بي جمع نصالم جمع تكسير يعني لا يديس عاقل إنو يهال الربا عاقل وحابه فرس وحاجر مجعس لديه جلال لاحق لاحقون لما ديك وفرسك ودعاء النبي وأغني جري مركو قبور تبوغضه السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون تاوى حلال لاحق لاحقون تاوى جمع وصفة دي سوما قرنس كان لكن و فرس لاحق لديه جري باجي لاحقون لكم جمع كرو خالي من تاء التانيث تاء التانيث ذنو لهين لما قل ضل حطو نين مجي عواية لكن تاء بصوغش ضل حطونا لما ديك ومن التركيب تركيبنا لما قل التركيب لا التركيب المزي باجي بعلبك بعلبكونا لما ديك ومن الإعراب بحرفين لما حرفين الإعرابين نينو مثنية جمعي جمعا لما سي جمع كرو ما قرأت صفتنا انت اوكلي وحيلي ان تكون وعينات صفت لمذكر عاقل خال من تاء التانيث ليست من باب افعل فعلا ولا فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث يذن وحيليهم صفت لمذكر بعل روا تلمان اوليه لب مؤمن مؤمنون لكن صفاي ندق ليهين جمع مذكر سامع حائض حائضون لما ديكر نواصفة دمر خاصوية عاقل بالا الرواية هذه غير عاقل نقطة سابق فرس لديه جريباج سابقون لغما جمعنك هذه لغا هذه القرآن والسابقون السابقون كواس واتلمان والسابقون كوي هرمريو واتلمان تاس كان وفرس سابق لديه جريباج
قال ما دي كرا سابقون غير عاقل خالي من تاي تانيث تاو تانيث ني سكو جيري علامة علم بدن علامتون لما دي كرا ليست من باب افعال فعلاء وحبها احمر كي قدونا احمرون من دي كرت ولا من باب فعلاء ولا من باب فعلانا فعلانا وحابيح السكران سكرانون لما دي كرا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث وحمذكري لب يدك بكسمين بجري جريح امرأة جريح هوين داو عادي جريحة لهميست امرأة صبور هوين صبر بض ننكن رجول صبور صبر بض كصبورون لما ذكر إيه جريحون إيه جرحة جمع تكسير بلا ذيس مركا كاس أذوك أو حيوير ترى قالن روح مركو وحوجا وصب الله وجاهين لكن مركو رينا فانه حال ربع إنه الله بدأ كيما دع علم لمذكر يا صفة لمذكر وفي الأسماء باسك الله بدو حوي وويدك وفي الأسماء أسماء دي الخمسة تيشان تاي وهي أسماء الخمس أبوك أباه وأخوك ولالك وحموك سيدي أوي سيدي قاسو موقت علماء دي انا اقول لك انا وين عرب كيولتك لكن واخو اقارب الزوج بالله وحموك وفوك افكاك ويوذو مال حولاك وصاحبك اسماء الخمسة وحلوك ذا واو لكن شروط بيله شروط بيله شروط دا الله بالله كالاقاضة شروط عامة شروط خاصة شنطو دا شروط اي وذليهين وكوضا نحيس شروط عام على كواس شروط خاصة وقار كليه أرتا أسماء الخمسة ما شنبا مسوى الليح ملحوه وحو مري الليح وحو قدري لفظي أما إري لي هنوكا هنوكا كاف كما لا كردي مسوى اللهوسي وهنوكي وي سيد الراجح واللهوسي وهنوكي هنوك وحيد عن مما يستقبح ذكره وحلا نعهايو او لفول حميسنا ان لا شيو او قاركود waxay dhaan waa xubinta taranka dumarka farjul mar'a marka qisa yar sheegi jireen ninka mulhatu al-hariri gala waxay dhigi jireen in xaraaq badan buu ah sheekh mulhale hariri al-basri waana yar gaabnaa waxay dhaan xooga shoo marka islaanti baa ku yar kacday مركز مدفع كوير تور وهنوكي سادس الأسماء شيء يقولون أسماء ذو اللي حكوا يهيب قرأت معنا مركا وحيس كجر قاعدة قود الروح هذه لا يرد عليه لا ويسكير حنان بدين مركا هنوكا إن أسماء الخمسة هل غدري وليح لو قد يجي إن لقد دين إن لقد دايا راجح علماء كدر ويجرا علماء كلا نوحي والنقص في الأخير أفضل كذا ما إلا الرهبة في عم هنوك إن ما شاء الله الرهبة كامر كويس لفان أسماء الخمسة عن شنتا وولو جدا رخي سجع عرا وحال عرابة حرف واتجرت نوحة عرابة العرابة وحي حركة العرابة وحديها دوت حركة العراب وحنا حروف بالعراب لا بد عن عراب بركة أسماء الخمسة محل وجدة واو محل إعرابة حرف بال إعراب وجاس الوجدة مركة شروط بأسماء الخمسة لا شروط عام شنطة وضع شروط كان عوا أفر كو أن تكون مفردة إن مفرد نقطة أبوك هل أبا الربا أخوك هل ولا حموك هل سيد فوك هل أف ذو مال هل روحه على صاحب أن تكون مفردة إن مفرده مع الربا مقر أن تكون مفردة مفرد بالله فلو كانت مثناة أو جمعا أعربت بالحركات الظاهرة هذي نغضان هذي نغضان عفوا فلو كانت مثناة مثنى نغضان أو جمعا أما جمع بين نغضان أسماء الخمسة نمذي بكبح وثني محاكم إذا جاء أبواني لبا أبات منه وأما الغلام فكان أبواه سمقرنس
ألف بقى لو قدها مركز والله به محل الربي محل مفرد حال روح حال آباء جمع آباء قل إن كان آباؤكم جمع تكسير وانا قلت ضم لو قدها مفرد بعلها أسماء الخمسان إني مفرد نقضان بعلها أبوان لما أقلوا ومثنى آباء وجمع تكسير لما أقل أبونا أن قال له استعمالنا وجمع مذكر سالم حتى لما أقل أبونا أبونا أرجع مرمر ولا اسمه ما بند أبونا أبيالو وجمع مذكر سالم كان لما أقل لما أقل يا أخوة سيدوك واسوس أن تكون مفردة مركب حال الأسماء الخمسة شن توضوا إني مفرد نقدان هذين مثنى نقدان الله أما جمع جمع أما جمع تكسير نقدان جمع مذكر سالم أما جمع من سالم وحدوني هالنقطة جمع عاصم إيش واكب حين أسماء الخمسة من نقنية شرط يلا أن تكون مضافة إلا إضافية أرت إضافة على قدر عفو شرط يلا أن تكون مكبرة إلا وينيو إلا وينيو وحابحي فلو كانت مصغرة هذه لا يري وعلمت بالحركات الظاهرة وبين أبيرو سحابي أبي لنهجر سحابي اللي يراد أبي كاوا مقع لكن أبي أبيرو وتصغير أبن أبي باتي أبي أبيرو أسماء الخمسة كون نقل ماي جاء فعل الماضي أبي فاعل جاء مرفوع على من ترفع ضمة ظاهرة في آخر أسماء الخمسة وإسويدين هذون نقل مصغر أسماء الخمسة من نقل ماي ضمة الوجود أيها أبي بن نقل ماي جاء وحي أبين أبيرو ما شو كبر ماذا فهمت سما مكبرة على رها مكبرة مصغرة لما قال أبي أبيرو أخي ولا ليرو يقوى صابح شرط قصدها أن تكون مضافة إلا إضافية أبوك ولا أبها وأخوك ولا لك وحموك وفوك وذو مال أبو بس نقط وله وقالنا إساء يضعوا حالة النصبنا إن له أبا بانوي وله أخ وله أخ أو أخت سمقرد وله أخ جاء أبا بات ضم ظاهرة حلوة واكب حيام جاء فعل الماضي من عرفة لا محل من العرب أبا فاعل جاء مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر حاسة الله لما إضافة إضافة دي بألوة أن تكون مضافة هذه اللي إضافة واي أعربت بالحركات الظاهرة جاء أب جاء أخ جاء حم إضافة دي ولو أسماء الخمسة ويكبح شرط أفراد كوضا دحي أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم إضافة وين ياء المتكلم نقنن ياء المتكلم لما أقل جاء أبي أبهي بأيمن ضم مقدرين نقنس جاء غلامي بأيمن نقنس جاء أخي ولا الكي بأيمن ضم مقدرين نقنس أفرتاشر دي شروط عاملة شن أسماء الخمسة نم بك وضع الحين محيين أفرتاشر دي أن تكون مفردة أن تكون مكبرة أن تكون مضافة أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم أمريد وحديج النظم الأجرمي أب أخ حم وفو وذو جارا كل مضافا مفردا مكبرا أب أخ حم وفو وذو جرى كل أمان مضافا حالا كل إضافي مكبرا لويني أب أخ حم وفو وذو جرى كل مضافا مفردا مكبرا وإن لا إضافة إضافة غير ياء المتكلم نقط مفردين نقطة مكبرة أفر تاشر دي بالر ما قال أفر شردي أن تكون مفردة أن تكون مكبرة أن تكون مضافة أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم أسماء الخمسة شروط أفرت إليه وشروط عام وكوضع بحث أن تكون مفردة وإن مفرد نقضان مثنية جمع لمرة أدين مثنية جمع نقضان أسماء الخمسة نمو ويكبح وون الوقو ذي مهي أنا هو أتقر أن تكون مكبرة إن لوينيه وي أبوك أبها أخوك ولا هذه مصغرة النقطة الله يري
وبين أبيرو أسماء الخمسة نقون مايان حركة ظاهرة على العرابة أن تكون مضافة إلا إضافية هذه إضافة لغا جارنا أسماء الخمسة نما واكبح وله أخ جاء أب شرط أفرا أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم وإن له إضافة وحن ياء المتكلم أحين يا المتكلم هذه لو اضافه اسماء الخمسه نقول ما ضم مقدر على الاعراب جاء ابي جاء اخي افرت شرط وشروط عام مفرد مكبره مضافه اضافتها لغير يا المتكلم شروط خاصه جرت فو شرط زائد الى فو ان تكون خاليه من الميم وان ميم خالقه فم لما اقر هذا كان فم افوي حسن ونكسن وضم ظاهر وضرتاه هذا مبتدا فم خبر المبتدا مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فم لما أقل فوكا لرب مركا فوكا ميم هود وين ميم كإلالي أن تكون خالية من الميم وأين ميم كمن ناتو وأين ميم خالي كالنقط ميم هود وين فم لما أقل فم لما أقل فوكا لرب فوكا مركا فوكا ميم كإلالي واي ذو باسو حد ذو يدنا شروط خاصه له شروط خاص اي له وحال دي ان تضاف الى اسم جنس ظاهر ورته وا اسم ظاهر ان لو اضاف ذو علم ذو مال اسم وحرمنا ظاهره ضمير يضم اوغل ذو ما اوغل يذوك وحا ما اوغل يذو اسم ظاهر ربته ذو مال ذو علم وإنه لذو علم وضر وذو مال ومتر هذا اسم غانا وإنه يهيد اسم جنسي اسم جنسي اسم جنسي وإنه معنى وين بوسي باهية لكن مال وان كقبن ذو ذا وإن لو إضافيه horta duudu waa inay bimaacna saaxib noqon saddex shardi bay dhahay duudan bimaacna saaxib waa inay noqon duu maalin xoolo u saaxib alar duu maalin xoolo u saaxib duu cilmin cilmi u saaxib duu sharafin sharaf u saaxib duudu horta bimaacna saaxib waa inay noqon maxaa la diidi duu oo ismi mawsuula jira تعالى ما هرب تاوى بمعنى الذي ذو كي على الذي ذو كي ذو الذي ويكاس ذو الذي وي. بمعنى صاحب ما هكاس كايض اسماء اشاره كمت عفوا اسم موصول ويكاس ذو بمعنى الذي ويكاس ذو كي وي كاهر تلما اقول ذو ذا ماشى لغرب بمعنى صاحب وينت ذو صاحب لكن عندنا نقطة ذو كي والذي أدقنت اسم موصول بين نقطة توا بحث ما قرأت أن تكون ذو بمعنى صاحب بالأرض ذو ذا معنى يضوين صاحبه لا أن تكون ذو بمعنى الذي مدعين النقنن ذو ذا الذي لم يتكع لمر تعال مرة تعال مرة وإن لو إضافة اسم ظاهر واد قرأته الضمير بين الديدين ذو مال ذو علم بالأرض ذو يذوك يكوى على مرة اسم جنسي وغير معنوي كاس كاس هو البلاغة كتعلق ذنا وكجرا مركز سك دي بينه وير دقينا ويا مركز ذو ذا وحال الرواين بمعنى صاحب نقطة إن لو إضافة اسم ظاهر اسم أنا اسم جنسي إنه يهي ويا مثال كي مركز جاء أبوك جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أبوك أبو أنت كجوك تكافك مجر أبو فاعل جاء مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه اسم من أسماء الخمس قاره إسكسو كان لأنه من أسماء الخمس هنا اسم من أسماء الخمس رواضي واسكم لأنه من أسماء الخمس أبو مضاف الكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ومجرور والضمير كان مركب في محل جر بعد ذلك
جاء أخوك ولالك أبا يمد. جاء فعل ماضي مبني عرفة لا محل من الإعراب، أخو فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمس. أخو مضاف الكاف مضاف إليه مبني عرفة في محل جر. جاء ذو مال كان واسم ظاهر كان أغانو اسم ظاهر كيسا إضافة هذه جر كيبا كان موغنا وصلق. جاء فعل ماضي مبني عرفة لا محل من الإعراب، ذو فاعل جاء مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمس. ذو مضاف مال مضاف إليه مجرور بعده وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. والله سبحانه وتعالى أعلم، أحكم بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.